هل امتحان الكمبيوتر للصف الثالث الإعدادي لغات محافظة الدقهلية سنة 2022-2023؟ السؤال الأولاني بيقول the term procedures refer to، بمصطلح الإجراءات بيشير إلى إيه؟ بيشير إلى الأوامر والتعليمات اللي بيتم تنفيذها، يبقى orders and instructions to be executed. السؤال الثاني label 1.auto size equal true، يعني اللي بيفعل خاصية تغيير حجم أداة العنوان ليبل تلقائيا أو أوتوماتيكيا. يبقى المفروض هنا بيسأل على ليبل 1، هي دي الكنترول نيم، لأن الكنترول نيم دوت بروبرتي إيكوال فاليو، يعني ليبل 1 دوت أوتو سايز إيكوال ترو. كنترول نيم أول جزء في الكود اللي موجود معانا. السؤال الثالث بيقول يوزنج نقط يو كان بريديوس Office Applications، والمفروض يقول Windows Application يعني، بس سؤال Office Application أو Web Application اللي بينتج لنا تطبيقات للويندوز أو الموبايل أو الويب هي الـ Visual Basic .NET. السؤال الرابع بيقول All of the following priorities are for the text box control accepted ما عدا واحدة. كل ده خصائص للـ text box ما عدا واحدة اللي هي الـ Auto Size، لأن الميكسلانس والمالتي لاين والباسورد شار كلهم موجودين داخل التكست بوكس أو خصائص للتكست بوكس. سؤال رقم 5 أتول يوزد تو ليست سيفرال alternatives so that the user can choose من one or more alternative، يعني بيقول لك الأداة اللي بتستخدم إن هي بتعرض لك العديد من البدائل اللي بتخلي اليوزر أو المستخدم can choose one or more alternatives، بيختار عنصر او اكتر هي المناسب هنا بالنسبة لنا اللي هي التشيك بوكس. Libraries, compiler and runtime environment are components of، كل دي تعتبر مكونات من الدوت نت فريم وورك، موجود فيها libraries المكتبات والcompilers اللي هي المترجمات والruntimes اللي هي بيئة التشغيل. الغريب بأنه جاب سؤال definition هنا السنة دي وبيقول لك define flowchart and mention two of its advantages، يعني ويشير إلى عنصرين من المميزات بتاعتها. تعريف definitions بتاعت flowchart هي diagram that uses standard graphical symbols to illustrate the sequence of steps required for solving a problem or a specific question، يعني هي عبارة عن رسم تخطيطي يستخدم رموز قياسية محددة علشان نمثل الترتيب sequence of steps، خطوات المرتبة required المطلوبة for solving a problem، لحل المشكلة or specific question. من مميزات الفلوشارت أو الادفانتج بتاعتها إن هي أول حاجة إن هي facilitating the reading and understanding of the problem and illustrating to the programmer what must be done، وبتشير يعني بتسهل قراءة وفهم المشكلة وبتوضح للمبرمج ما يجب عمله. كمان هي useful to explain the program to other، مفيدة في شرح البرنامج للآخرين. السؤال اللي بعد كده true false، هو بقول problem means a situation that required finding a solution to it or a goal that needs to be reached. هو ده فعلا تعريف البروبلم أو المشكلة، يبقى الإجابة الأولانية true. The label tool can be resized manually with the mouse if auto size equal true. لا، لو هي عايزة تبقى manual يبقى المفروض الاوتو سايز يبقى equal false، يبقى الإجابة السؤال الثاني false. السؤال الثالث بيقول the form border style property can change the form frame border. الإجابة true، لأن البوردر ستايل بتاع الفورم ممكن يتحكم في الخاصية اللي هي form border style، والديفولت فاليو بتاعتها اللي هي سايزابل او انك تغير حجمها. السؤال الرابع insert the control automatically on the form window at the coordinate 0 0، اي اداة او اي تول بنحطها على الفورم فعلا بتيجي في اللوكيشن 0 0، يبقى الاجابة true. 5 the combo box tool is used to display a list of items to choose one or more items. الكومبو بوكس ما ينفعش نختار منها اصلا اكتر من عنصر، لو الليست بوكس ماشي، يبقى الاجابه هنا فولس. ميثود نيم دي قائمه موجوده او دروب داون منيو موجوده داخل الكود ويندو، بيقول الميثود نيم ان ذا كود ويندو ديسبلايز ا ليست اوف نيم اوف ذا نيمز اوف ذا تولز اون ذا فورم. لا، هو المفروض الكلاس نيم مش الميثود نيم. الميثود نيم بتعرض الايفنتس اللي هي الاحداث، اما الكلاس نيم بتعرض الكنترول نيمز او اسماء الادوات.
السؤال اللي بعد كده بيقول لك write the scientific concept، اكتب المصطلح أو المفهوم العلمي for the following expressions للتعبيرات التالية. Appropriate use to select one or more items in the list box. الليست بوكس فيها بروبرتي بتحدد إن كنت هتقدر تختار عنصر أو أكتر، اللي هي السيلكشن مود. والسيلكشن مود الديفولت فاليو بتاعتها إن هي 1، يعني يختار عنصر واحد. لكن لو عايزين نختار عنصر أو أكتر بنختار مالتي سيمبل أو مالتي اكستندد. السؤال التاني بيقول لك it allows the user to choose only one alternative. بتسمح للمستخدم إنه يختار عنصر أو بديل واحد فقط، such as male or female، اللي هو الذكر والأنثى. يبقى مفيش قدامنا غير الأداة الراديو باتون. بعد كده بيقول لك all steps taken for to solve a problem are written in it، يعني كل الخطوات المتخذة لحل المشكلة بتتكتب فيها. دي last stage in problem solving stages، وهي البروجرام documentation أو توثيق البرنامج. السؤال اللي بعد كده بيقول complete it is the window in which the command and the instructions of the program are written with Visual Basic .NET language. هو المقصود هنا بالكود ويندو أو نافذة الكود اللي بندخل لها بـ F7. السؤال الثاني بيقول لك complete the following code to change the color of the text to read. لو عايزين نغير لون المرأة أو الكلام نفسه، مش الأداة، الكلام اللي مكتوب على الأداة باللون الأحمر، يبقى احنا محتاجين البروبرتي اللي هي الفور كالر. يبقى button 1.4 color equal color dot red، يبقى اللون الأحمر. 3 the property refers to the name of the control in code window. بيقول لك الخاصية اللي بتشير إلى اسم الأداة في نافذة الكود، اللي هي property اللي هي النيم. السؤال بعد كده بيقول لك to make the items list box ordered alphabetically we write the code. لو احنا عايزين نرتب العناصر اللي موجوده داخل اداه الليست بوكس ترتيب ابجدي، يبقى احنا محتاجين الخاصيه اللي هي sorted. يبقى ممكن نكتب الكود بتاعنا ان هم قايلين ليست بوكس 1.sorted equal true. السؤال اللي بعد كده بيقول لك to show the phrase الاخضر on the label 3 tool we write the code. هنكتب الاداه الاول اللي هي label 3 dot text، طبعا عشان هنكتب عليها equal، ونكتب الجملة بتاعتنا ما بين تو كوتيشن. السؤال اللي بعد كده عايزك ترسم خريطة تدفق اللي هي فلو شارت. بتعمل الخريطة ديت ايه؟ بتعرض لك ان كان الرقم اللي هتدخله ده even or odd، يعني زوجي او فردي. وبقول لك بعد كده عشان the purpose of the flow charts، ويعرض لي يقول لي الهدف من الايه، من الفلو شارت دي. يعني هو كتب لك الالجوريزم الخوارزمية، عايزك ترسم لي بقى الفلو شارت اللي هي خريطه تدفق، وعايزك تقول لك كمان الهدف من خريطه التدفق دي. طبعا لما يقول لك ستارت وبعدين انتر ذا نمبر ان، يعني هيدخل رقم، ويقول لك اف ان از ديفيزبل باي 2 ويزاوت ريميندر، لو الرقم ده بيقبل اسم على 2 بدون باقي، يبقى برنت ايفن نمبر، وبعدين اند اذروايز برنت اود نمبر، وبعدين اند، يبقى عايز يعمل خريطه تدفق بتطبع لي الرقم ايفن اور اود. يبقى هنبدأ بستارت وبعدين هنعمل فلو لاين كده، وبعدين ندخل الرقم في شكل بارلل وهنقول له انتر ان، وبعدين في ديسيجن كده هنقول له اف او ان ديفيزبل باي 2. عندي احتمالين ان هو يس، وفي الحالة ديت هيقول لي برنت ايفن، لكن لو نو هيقول لي برنت اود، وفي النهاية برضو بيوصل الاثنين لاند. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.